يلا انده بقى. انت مين؟ اللمب. لمبك؟ لمب كنت بتكلم سخان. اللمب انده انده. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت دخلت امتى؟ اه انا من امبارح وانا هنا. دخلت امبارح وعايز تخرج النهارده؟ انا اتخنقت شويه. انده بقى والنبي. نهارك طين. نهارك اسود. انت عبد الباشا. والله انا اتفكرتك عرفت الحقيقه. حقيقه ايه؟ اصل عمي خد عقد شهر تعبان. اخرس! جاي السجن امبارح وعاوز تهرب النهارده. تفهم انك جاي التكية بتاعت المرحوم. انت جاي هنا تتسجن عارف ليه؟ انت عالة على المجتمع. انت حسالة حشرة تداس بالجزمة القديمة. فاهم يا هلا؟ انا عارف السجن كويس. لسه ما فقدتش المكان. انتوا ليه هلا؟ لسه ما فقدتش المكان. انت مخبي موس في بقك هلا؟ اخبي موس في بق ليه؟ شعر دقنه بيطلع لجوه. يا هلا سر اضحك يا هلا. ده عبيط ده ولا ايه؟ اخرس. انت عارف يا التواليتات بتاعت السجن؟ انت لو التدي الكبانيه. الكبانيه؟ الكبانيه ما في حد ما يعرفش الكبانيه. عاوزك تمسح لي كل كبانات السجن كبانيه كبانيه. فين الكبانيه؟ بعد كده تلم هدوم المساجين كلهم وتقعد تغسلهم. وبعد كده احنيهم وارضعهم وننامهم في سربريرهم. يا هلا الحنان ده كله. هلا يا هلا قلب الام ده. ايه قلب الام ده يا هلا؟ سيب انت خليك معايا انا. هلا يا هلا الحنان ده. هلا انا هعمل ايه؟ بعد ما تعمل كل اللي قلت لك عليه ده. ايوه تعطل ده. تجيني هنا اجيب خنعة. ايوه اكون فكرت لك في عقاب. فكر ربنا يرضعك. أذى حطها في جيبك وسك من بوكمن. سك من بوكمن؟ ده عبيط ده ولا ايه؟ عموما يعني أنا مش عارف يعني يا رب إن الكل من اللي يقول أنا. السلام عليكم بقى. لو عندك غسيل خميس وجمعة غسيل زي الفل. مع السلامة عليكم. انا غسيلي الغسل كسر ايديا. هو شفيف حلو في عينيا والصابون جوه في عينيا. علشان اغسل انا لا 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 اغسل لا 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 اكتب. الريحة الفظيعة دي الناس دي بتاكل ايه؟ بيبي؟ حكيفك يا ريت. خد ايه رأيك؟ يا ليش هظبطك ظبط. ايه رأيك في النفس دول؟ يا ليش خد دي بقى تحت لسانك وخد البوسة دي. سلام. بوسة؟ يا أصل أنت اللي بحكاية. أنت عارف إيه؟ لو الهروبة دي باظت واتقفشنا هيعملوا فينا إيه؟ يوه يا عم ما تقلقش. أنا متفق مع السواق التعيينات هيجي لنا هنا بعربية الخضار. عبال ما تضرب الجوين ده هيكون وصل. طب افرض السواق ده مظبط مع الحكومه.
يوه يا عم ما تقلقش انا مظبطه. انا بطمن بس. طب خلصنا ده، انا انتوا واثقين من السواق ده، يلا بقى عشان تحلقوا تلحقوا تهربوا وترجعوا بدري. اه عندك حق، يلا بينا. زينا عزينا. شوف يا ادهم بيه، الباشا بقاله شهرين في السجن بتاعنا، وهو بصراحه كده خلقه ضيق، وانت كل شويه تقول لي مش دلوقتي، الاسبوع اللي جاي، الاسبوع اللي بعده. انا عايزك تقول لي بالظبط وبصراحه كده ومن الاخر ايه الحكايه. مفيش حكايات ولا حاجه. الله، يعني انت ما تقدرش تعمل حاجه؟ اديني مستني رياض باشا ياخد اجازه، ياخد فرقه، يطلع مأموريه. ده انا جسيته بس ان انا مدخل تلفزيون او كاسيت للباشا كان هيعمل لي محاكمه عسكريه. يعني الحكايه باظت؟ مفيش حاجه باظت. انت مستعجل ليه؟ كل شيء وله وقته. ازيك يا لمبي؟ تهربت ولا ايه؟ يا نهار ابيض. خلاص يا عم متخاف؟ تهربت ولا ايه؟ متخاف؟ خلاص انت هتفضحنا. مغرب ياض، مغرب ياض يا حرام، عفينا مبسوطين يا ولد الكلب. ايش تصدق؟ ايش تهربت؟ تهربت ولا ايه؟ بس مش هنقدر، مفيش حد يا نادر، يا نادر، بس مش هنقدر، مفيش حد يا نادر، 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 يا ناد
خير يا دكتور. ليه القلق ده؟ العمليه سليمه الحمد لله، هو هيخرج على العنايه. مفيش زياره قبل 3 4 ايام، مفيش داعي خالص لوجودكم هنا دلوقتي. تقدروا تتفضلوا. يعني ايه نتفضل؟ انا لازم اخش اطمن عليه دلوقتي حالا. طلعوها بره. طب اتفضلي انت يا هاني، فعلا مفيش داعي لوجود. ما اقدرش. ايه يا مدام، يا مدام يا ريت تهدي. والحمد لله اننا اطمننا عليه. اتفضلي ساعه. اتفضلي وسعك معايا. ادهم، انا مش عايز افكرك بان المبلغ اللي انت خدته ده مش شويه، واي لعب مش هيكون في صالحك. لو صدقت معانا يا ادهم هتشوف ايام ما شفتهاش في احلامك. الشيء الملعون اللي اسمه الفلوس ده بيخلي الدنيا دايما تبقى عند طرف ايدك، تغرف منها وتاخد. ده مخ الضابط. بعد الحادثة حصل تلف في المنطقة دي، علشان يعيش كان لازم ننقله الجزء ده من حد تاني. لحسن حظه طبعا ان اللي جه معاه في الحادثة وتوفى كان جسمه بايظ خالص، بس كان لسه مخه سليم. سيادتك خدتي الجزء ده من مين؟ من اللي جه معاه في الحادثة. الليمبي؟ يا حياة يا دكتور، المريضين عملت له عملية بقى ومبهدل الدنيا. الليمبي وعامل لجنة الحاصل. حاسس لجنانك تتصنع. انت حاسس بايه؟ اهدى بس، حاسس بايه؟ انا حاسس ب حاسس بخرم في دماغي. مين ده يا دكتور؟ انا اللمب. مش عارفه انت واخد بنجي نام جمل. البنجي ما بيأثرش فيا. طبعا انت نقلت له مخ من كيف جاهز. انا الحمد لله مين؟ ها؟ الشكل ده مش غريب عليا. كهربت المخ زي ده جدا. يعني ايه؟ هينور كمان؟ الله ده ضمن حظي ده كمان. اوعى. ده مش رياض باشا يا دكتورة. هي انا مش عارفة، انا اول مرة تمر عليا حالة كده. انا اللمبة، انا اللمبة. طب ايه؟ ايه؟ هزعل دماغة هتبص كده حاجة. من قبل ما تبص. اسمعني. رياض باشا فين؟ من ساعة البوم في بعضه ما اعرفش. انا فاكره لقيت نفسي هنا. انت مش عارفني؟ انا اللمبة لما اخر حاجة اخليك تساعد معانا حاجة. اذا انت كمان. والله العظيم اقول الحق، انا اخر حاجه عملتها معاك نظفت الكمينيهات. الكمينيهات، الكمينيهات يا عم. انت مش عارفني؟ ده انت جيت لي في وقتك. الله يخليك. اتفضلي يا دكتور، اتفضلي. طب شوف جوزك عايز حاجه ولا انا له كوبايه ليموناتو. ليمونو ايه يا ابو الحاج؟ هو حضرتك مش واخده بالك من العمليه اللي عملتيها ولا ايه يا دكتوره؟ والله العمليه نجحت، واظن انت شفت مامور السجن بتاعك وهو فايق وبيتكلم. اللي فايق السجين الهربان مش المامور بتاعنا يا دكتوره. احنا مهمتنا انقاذ المريض، سجين بقى مامور سجن. الفروض مش عندنا، انا شخصيا ما درستهاش في الطب. الحكايه مش بالسهوله اللي بتتكلم بيها دي يا دكتوره. انت عملتي جريمه هتوديكي في 60 داهيه. انت مجنون؟ مجنون. انت خدتي موافقه حد قبل العمليه؟ خدتي موافقه اهل الميت؟ خدتي موافقه اهل رياض باشا؟ والله انقاذ حياه الناس ما فيش استئذان. انت بتجربي في دماغ الناس يا دكتوره، هذه لوحدها نقابيا توقفك عن العمل. اخر المتاجره في الاعضاء. حصلش. حليني على ما تثبتي العكس، تكون سمعتك بقت في الحضيض. وهو الدكتور ايه يا دكتوره غير سمعه؟ للاسف يا دكتوره انت انتهيتي، ومن مصلحتك محدش يعرف حاجة عن اللي حصل ده، وانا من ناحيتي مش هجيب سيرة لحد عشان انا راجل جدع. وانت دكتورة برضو ليكي اسمك ومركزك وسمعتك ومش وشي بعد